تقبل تاخو مرأة عاملة تطواج تونسية؟ تونسية لي أما قورية نقبل صح. تونسية علاش ما تقبلش؟ برجولية خدها تونسية ما يطلعش عليها لو شيء، أما قورية تطلع عليها لو شيء. نقبل إيه تديجا عامل تطواج نورمال، معناها ما فيش ما نتصورش فيها مشكل، معناها تطواج عادي حاجة عادية على الأخ. ما تخلقش في العائلة في الدين في حاجة؟ جملة جملة نورمال، ديجا جدي موش ما جدودنا موش مين عادي يعني. لو شم ثقافة قديمة زادة راه هو بدرجة أولى إذا تكون عملته قبل، معناها يعني سابقة فهمتني، وما تنحاش التطواج نقبل فهمتني، لأن شنية لأني بحكم تابت التوبة متاع هي تجب ما فات فهمتني، إذا تكون متواصلة وهي مقتنعة بها ما نخذهاش لأني مسلم بدرجة أولى فهمتني، إذا هي تابت الإسلام يجب ما قبله. واضح. خالد بن الوليد كان من أشد الأعداء على الإسلام، وكان من أشد الأعداء وأقوى السيوف ضد الحق وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن توبته، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فعلت كذا وقتلت وسرقت وفعلت وفعلت. قال له ما في قلبك؟ شنو في قلب متاعك أنت؟ قال له راني نؤمن بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب نتوب. قال له الإسلام يجب ما قبله. قال له يغفر لي خطيئاتي. قال له يغفر لك. يعني نحن ما نش مطالبين باش نحكم عليه. واضح. أنت كاميرا تونسي تقبل انك تاخذ راجل عامل تطواج؟ ما يقلقنيش بالعكس، معناتها التطواج حاجه ياسر مزيانه بيان سور كي تبدا، مش معناتها مش تطواج فولغير هكا ويتلهي به التطواج نتاعو باش يقعد هكا مزيان وكل لي. علاش لي باين لي تطواج تلقى حاجات مينيماليست حاجات سيمبوليك حاجات حلوين على الاخر. تلك الشيء جالوني لا ما عندها حتى معنى نتاع جماليه، وجماليه صحيح في الروح. شو احنا نقول نو نادي مع البرنسيب تلمو سامبل تلمو الي بيل، احنا نزيد ساعات خارج نقول هذه من الغوله خارجه في كياس لا في ناس، والفي ناس من الرجل اللي عندك ما عندكش، مش حسقان ومكياج وصبيغه وتقطيع وشيم. شوف مراك الحجر هذا كيما باب الزبله، ساعات بول الزبله جاي من حاجه فوضويه، اما هي امراه انسانه كرمها ربي تكون كلمتها طيبه وقلبها طيب وفعلها طيب اجمل مظهر الظاهري، خاطر جميل الروح جميل في الانتريور. ومش نجم تكون هي اللي تحكي معاه تقول اعوذ بالله من المنظر هذي. هذاك الشيء اللي احنا فاقدينه الرجال توا، تخلي الراجل ما عادش ياخذ، خاطر ما عادش يلقى الانوثه الصالحه الطبيعيه. ناس قبل لي زارتيست قبل ليلى مراد وما اسمهن كانوا حتى في السينما نسبه نتاع الجمال والمكياج بريس نتاع 10%، كله جمال طبيعي من ربي، لا فما لسبيغه لا حسقان لا نفخان كل شيء. كانت امراه فام فاتال ترى خوش الانوثه الصارخه، هذا كله تفقد كله تو كل شيء مشوه، وهذا كله احنا فقدناه. لبلو سامبل تعجبنيش. انا نحب امراه بنت عائله يز تكون متربيه عاقله نظيفه كيما الناس الكل، شنيا عامله تتواج وشعر اصفر وما نعرفش شنيا وحكايه كيت فارغه ذي. انا قروي ونعيش في تونس نخدم في رجب فهمت جوي بيع علخ، معناتها انا كمشنا اخوها عامله تتواج وما نعرفش شنيا كي فارغه صح كي فارغ. انا ديجا موش معنية نورمال فهمتها. أما تونسية ما تنجمش، علاش شنو السبب اللي يخليك ما تاخذش تونسية عاملة تطواج؟ أنا حشة ميستير هما زرق فهمتني؟ فهمتني؟ كيفاش تطلع عليا وشي معناها كيما بالله سامحني باش نجبد شكون كيما شو اسمها هي اللي سبت قالت ما فماش رجال في تونس، شو اسمها هي؟ شو اسمها؟ مريم الدبير تعمل ما فماش رجال في تونس، علاه ما فماش رجال في تونس؟ عجبوها الوشمتين اللي وشمتهم ما يطلعش عليها لو شي مرة ولا بالرسمي تحب تسبني سبني و... جيش معناتها باش تاخذ امراه معناتها وتتزوج ما يجي انا ناخذ امراه معناتها باش ياخذ امراه لازم واحد تحبني ونحبها، ما بعت باش ياخذ امراه معناتها باش تحب وانا تجي مثلا مش تلقى مع صاحبها ولا موضوع ولا تخوني في الموضوع مزم لازم واحد يمشي ياخذ امراه مثلا ما يشوف معناتها ما يشوف اني امراه بيه واللي خلاص ثمان سنين مثلا تاخذ امراه مثلا تشوف تعرس بها امور جي تشوف في الدار ما تقيش ولا موضوع كما هكا. موضوعنا اليوم على التطواج عامله لو شيء مراه موشمه تقبل باش تاخذ مراه موشمه؟ لا لا. علاش؟ ما شنو السبب اللي يخليك ما تاخذش مراه موشمه في تونس؟ ما تاخذش تونسيه عامله تطواج؟ قداش ما يجيش باش تاخذ مراه موشمه حتى العبيد مثلا مكبيك مثلا برشا خيوتك مثلا
خيالك ما يحطلاش ما يجيبش تاخذ مرأة موشمة مثلا. كل واحد خليها على راحته، هي مرأة ولا رجل ولا مؤنث ولا مذكر، خليها على راحته يعملوا شيء ولا ما يعملش.